ينضم إلينا من لندن مصطفى البزركاني، خبير في شؤون النفط والطاقة مباشرة عبر سكايب. مرحبا، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. كيف نفهم مخرجات اجتماع أوبيك بلاس اليوم سيد مصطفى البزركاني؟ طبعا مخرجات هذا الاجتماع تؤكد نقطتين أساسيتين. أولا أنه منظمة أوبك ودول خارج أوبك التي تمثل ضلعين من المثلث النفطي في العالم إن صح التعبير، الضلع الثالث هو الولايات المتحدة الأمريكية، أنه كان قرارها قرارا صائبا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أنه تكون منظمة بهذه السعة تتعرض للضغوط من الإدارة الأمريكية أو ضغوط أخرى، فأثبتت أنه التزامها بقرار سابق بزيادة شهرية في الإنتاج هي 400 ألف برميل. ولكن النقطة الثانية والمهمة وهي أيضا تثبت هذه المنظمة هي تفاعلها مع الأسواق، أنه يكون اجتماعها متواصل لمراقبة السوق وبالتالي اتخاذ قرارات مناسبة. قد يكون هناك قرار بخفض الإنتاج مع يعني تطورات يعني متحور ماكرون، إضافة إلى تأثير السحب من المخزونات الاستراتيجية، رغم أنه بعض الدول أكدت أنها تتلكأ وقد لا تسحب من الاحتياط الاستراتيجي. نعم، الاتفاق أكد على المضي قدوما في الزيادة المقررة في إنتاج النفط في جونفيل المقبل بقيمة 400 ألف برميل يوميا. من يخدم هذا القرار في نظركم؟ دعني أوضح نقطة، أنه حتى هذه الزيادة يعني هناك دول في أوبك هي تجاوزت التزامها 110% التزامها بقرار أوبك. حتى لو هذه 400 ألف برميل تأتي من هذه الزيادات، ولكن من الواضح أنه دول أوبك ودول خارج أوبك بقيادة روسيا أخذت على عاتقها مراقبة الأسواق. وسنرى يعني اليوم قبل القرار كان هناك يعني تسريبات أنه سيتخذ هذا القرار، كما ذكرتم في تقريركم تراجعت الأسعار ثم عادت فارتفعت. سيبقى هذا التذبذب لحين توضح الرؤية، ليس هناك رؤية واضحة بالنسبة للسحب من المخزون الاستراتيجي بالنسبة إلى متحور ماكرون، بالإضافة إلى الأسواق هناك بعض الدول أعلنت إغلاقات، هناك بعض الدول ألغت رحلات جوية، هذه جميعها تؤثر على الأسواق. ولكن بالتأكيد السبب الإيجابي هو مراقبة السوق وبالتالي اتخاذ القرارات على هذا الأساس. نعم، دول المجموعة ترى كذلك سيد مصطفى أنه ليس هناك حاجة لأن تقوم برد فعل غير محسوب لتعديل سياسة الإنتاج. هل هو تحدي لقرارات واشنطن الأخيرة وضغوطاتها؟ أنا أعتقد أنه أعطت منظمة أوبك ودول خارج أوبك يعني إشارة واضحة أنه لا يمكن الضغط على منظمة بهذه السعة وبهذه التأثير على الأسواق، ولذلك تركت الأمر. قد تتخذ قرارات خلال الأسابيع القادمة أو الأشهر القادمة، ولكن بالتأكيد لن تتعرض لهذه الضغوط، ويعني سقطت توقعات كثيرين أنه ستحاول المنظمة التفاعل مع هذه الضغوط السياسية التي تعرضت لها خلال الأسابيع الماضية. نعم، كسؤال أخير، بمجرد الإعلان عن هذه القرارات الأخيرة انخفضت أسعار النفط، كيف ترون سوق النفط بعد هذا الاجتماع؟ دعني أوضح نقطة مهمة جدا. هذا التذبذب سيستمر إلى أسابيع قادمة ولن نشهد استمرار. طبعا العبرة في أسواق النفط هي السعر، حينما يصل إلى سعر معين هو ليس الوصول إلى هذا السعر سواء مرتفع أو منخفض، ولكن الاستمرار الفترة في هذا السعر، هذه نقطة. النقطة الثانية والمهمة، دعني أوضح نقطة إن سمح لي الوقت نصف دقيقة، وهي تفضل. أنه النفط حاله حال كافة المعادن والمنتجات الأخرى ارتفعت، والوضع بعد جائحة كورونا لن يكون مشابها إلى قبل كورونا، ولذلك لا يمكن اعتبار $80 هي أسعار فلكية كما كانت في السابق. أشكرك جزيل الشكر سيد مصطفى البزركاني، مستشار في شؤون النفط والغاز، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من لندن. شكرا جزيلا لك مرة ثانية.